بالظاهر لو رحنا لفريق بيراميدز، التوقيت بتاع تغيير الجهاز الفني، هل ده توقيت ممكن يحول مسار موسم بيراميدز الى موسم سيء، ام انه في صالح بيراميدز واستغلال لفتره التوقف، وممكن العكس تماما يخلي بيراميدز ينافس بمنتهى القوه على كل الجبهات وكل المنافسات اللي هو بيحارب عليها؟ الرهان هينجح او مش هينجح ده هتوقف. الف سلامه يا كابتن. الله يسلمك. الله يخليك. انا اسف جدا على الصوت يعني، لكن الرهان بيبقى على المدرب، بيبقى رهان هل هو مدروس ولا مش مدروس، هل هو عارف كميه اللعيبه اللي موجوده، هل عارف التشكيل، هل عارف شخصيه اللعيبه، شخصيه النادي. الاداره والقرار ده بيبقى قرار مهم جدا، لان هو اللي بيدير الدفه زي ما بيقولوا يعني. انا شايفه ان هو في الماتش الاولاني كان بعض التغييرات بتتكلم على مهنا اللاشين وتري لعبهم مع بعض، شفنا فخر لقاي على الطرف ورمضان صبحي على الدكه، ده بعض التساؤلات اللي ممكن نشوفها. لسه ما عرفناش طريقته عامله ازاي. فانا شايف ان حكم التجربه لسه ما تاقلمش بشكل كبير جدا، معاه ستاف كويس، معاه جده هو كان متعايش مع الفريق، اكيد هيوصله مع رحيل فتح الله. طبعا انا اتكلمت مع فتح الله ومعاه جدا طبعا. في بعض الاحيان كابتن ابراهيم بتوصل لمرحله ان انت لازم تعمل نقله في حياتك، لازم تكون تفكر في تجربه جديده، لان فتح الله من اكتر الناس اللي خدت خبرات في بيراميدز. انا اكتر واحد مستفيد في بيراميدز هو فتح الله، لانه تعدد عليه المدربين كتير، ومدربين مش قليلين، مدربين كبار في العالم، مش مدربين كبار في افريقيا بس، لا في العالم كله لهم اسماء. فخد منهم الخبره، لازم يوظف الخبرات ديت ويشتغل بها بره. وانا كنت معاه جدا.